الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. السؤال دائما: لماذا جاء الله بنا إلى ساحة الوجود بعد أن كنا لم نكن شيئا مذكورا؟ لماذا خلقنا؟ وما هو مراد الله تعالى من الخلق؟ القرآن أعطانا الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو مراد الخلق، وهذه هي الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة هي عبادة الله جل وعلا ومعرفة المعبود، المعبود بحق، وهو الله عز وجل. فالله خلق الإنسان لمعرفته وعبادته وتوحيده وتقواه حق تقاته. ما معنى تقوى الله حق تقاته؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله، قام من الليل حتى تفطرت قدماه تشققت. فلما قيل له: لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالعبادة تشريف قبل أن تكون تكليف. والمؤمن في طاعة ربه طيلة حياته مع كل نفس من الأنفاس، من اليقظة إلى المنام، ومن الحياة إلى الممات. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا معناه الموت، أي هو ثبات حتى الممات، إلى آخر نفس، إلى آخر لحظة، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. ومن علامة قبول الطاعة التوفيق إلى طاعة بعدها. قمت بطاعة قبلك الله منه، قبلها الله منك. علامة قبوله أن يوفقك إلى طاعة بعدها، فالخير ولود. بعدما وفقت إلى طاعة بعدها حمدت الله وشكرته، فلما شكرت الله على نعمة التوفيق لطاعة أخرى فتح لك باب المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يزال الخير موصول، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. هل يترك الشيطان العابدين والذاكرين يسيرون في طريقهم إلى الله حتى يصلوا إلى دار النعيم المقيم، أم أن له مكائد حتى المكائد بين الذاكرين وبين العابدين ليفسد عليهم طهر العبادة وهذه العلاقة العظيمة التي هي لهم شرف؟ يريد أن يفسدها إما بإحباط العمل، وإما بتغيير النية، وإما بوجود بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فهو واقف لهم على الطريق حتى لا يصلوا إلى الله بأعمالهم. هم عملوا الأعمال ولكن يجتهد لإفسادها.
فضيل بن عياض رحمه الله لما قرأ قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل هو. يعني إيه أحسن العمل؟ ما أحسنه؟ قال: أصوبه وأخلصه، ولا يكون العمل خالصا إلا إذا ابتغي به وجه الله، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان على السنة. فمن أراد عملا صالحا حسنا في الشرطين دول، أن يبتغى به وجه الله، وأن يكون موافقا للسنة، لأن المشرع عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا وصول إلى الله إلا من خلفه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فلا أعبد الله كما أرى وكما أحب، بل كما يحب الله، وليس على مرادي، ولكن على مراد الله. فالله لا يعبد إلا بما شرع وأمر، أما أن أعبد الله بما أستحسنه أنا وبما أراه أو بما يوافق هوايا، فهذه ليست عبادة ولا أجر عليها، بل تنقلب إلى عقوبة. وهو ده منشأ البدعة. البدعة أنني أستحسن عملا لم يرد به شرع ولا نص، وكأنني أقول بلسان الحال ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أفضل شيء، وهناك نقص في الشريعة وأنا أكمله، وأن الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصلنا إلى الله، لا بد من طرق أخرى حتى أصل بها إلى الله. فأنا لا أكتفي بما جاءني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبحث عن سبل أخرى. هذا هو منشأ البدعة. لذلك الإنسان قد يتوب من المعصية، ولكنه لا يتوب من البدعة، لأن الشيطان يزينها له. ومن هنا أكبر مكيدتين بين العابدين والذاكرين، الاثنين دول: الرياء بالعبادة، والبدعة في العبادة، خاصة الأذكار والأدعية. وهناك بدعة ثالثة، أو هناك مكيدة ثالثة، وهي تقديم النافلة على الفريضة. المكيدة الأولى: الرياء بالعبادة. قبل أن أقوم بعبادة بطاعة، لابد أن أسأل نفسي: أنا ماذا أريد؟ هل عيني على الآخرة وأريد عليها الأجر من الله، أم أنني أريد الثناء والمدح من الناس؟ لأن الناس سيمدحوك، الناس يحبون الطائع، يحبون المستقيم، يحبون العابد. فهل مرادي ومقصودي ثناء الناس، أم مرادي ومقصودي رضا الله عني؟ هذا هو السؤال. قبل أن أبدأ أي عبادة لابد من تصحيح النية، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. أنت تتصدق، تساعد فقير، ليه؟ لابد أن أسأل نفسي: هل ليخدمني أو يثني علي بين الناس فيقول هذا رجل كريم ورجل سخي، أم ليساعدني إذا احتجت مساعدته؟ لماذا أساعده؟ لماذا أتصدق؟ إذا كان الغرض هو الناس، فلا تلم أحدا من الناس إذا طعنك في ظهرك بعد أن أحسنت إليه. فكم من الناس أحسنت إليهم فأساءوا إليك وطعنوك في الظهر، تزعل. طب ليه تزعل؟ هو أنت عملت من أجله أم من أجل ربك؟ إذا عملت من أجل الله فالعمل قد أحصاه من لا ينساه، أحصاه الله ونسوه الله، على كل شيء شهيد. إنما زعلك دليل أنك ما عملت لوجه ربك، وإنما عملت للمخلوق. والغدر والجحود من المخلوق وارد. الإنسان لربه كنود، يعني جحود. إذا كان جحودا لربه، ألا يكون جحودا لعبد مثله؟ إذن أنا أصحح النية وأصفيها قبل العمل، أساعد فلان، أساعده لله، سواء أساء إلي أو أحسن إلي لا يعنيني، لأنني أرضيت ربي وأتقرب إلى الله بما يحب. تعلم العلم، لماذا؟ ليقال عالم، داعية، فقيه. هذه ليست النية، لأنه سيقال: ماذا ينفعني كلامهم بين يدي الله؟ الله يسألني: لماذا علمت؟ يا رب عشان الناس يقولوا. طب أهو قالوا. ما الذي لك عندي؟ ليس لك عندي شيء.
إنما إذا كان عيني على الأجر، أنا أريد بتعليم القرآن بتعليم العلم أن آخذ أجر كل من دعوتهم إلى الله فعملوا بما أخبرتهم به وبما بثثته من علم نافع. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا هو أجر العالم. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف الفرق في المنزلة بين منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وبين منزلة أدنى عبد في هذه الأمة، شوف الفرق الشاسع. هذا هو الفرق بين العالم وبين العابد. فالعلم وتعليمه وطلبه مقام شريف عظيم، الله تعالى سخر له الأنبياء وورثة الأنبياء. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب أنا أصلح بين الناس، رجل ما شاء الله لي مكانة وجاهة وأنا بتباهب كده، ده الناس بترجع لي في حل المشاكل، ده ما بيحصل منهم خصومة كلهم يرجعوا لنا، أنا الوحيد اللي عندي الحكمة وعندي الكلام الطيب وعندي المكانة والمنزلة وعندي الوجاهة وكل شيء. طب أنت بتصلح بين الناس ودي درجة عظيمة. على فكرة هذه العبادة أثقل في الميزان من الصلاة والصيام والصدقة النافلة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن صلاح ذات البين هي الحالقة، أي تحلق الإيمان، تحلق الدين من القلب. فأنا أقوم بهذا الإصلاح ليه؟ عشان يقال عني كذا. هذه النقطة الخفية من الرياء في العمل نوه إليها القرآن الكريم. تدبر معي قول الله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اللي بعدها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وليس ليقال عنه كذا وكذا وكذا. من الرياء الخفي ثناء المرء على نفسه. ذهبت زيارة إلى إنسان فيريد أن يكرمك، أنت عنده ضيف، وإكرام الضيف من علامات الإيمان، أول ما وصلت ويريد أن يكرمك تقول له: ده النهاردة الاثنين، يعني إيه النهاردة الاثنين؟ يعني هو حد بيأكل ويفطر يوم الاثنين؟ يعني معناها إيه؟ معناها أنا صائم. مجرد أنه يطرح هذا السؤال أعطى إشارة خفية لرياء دفين في قلبه، كأنه يعطي رسالة بيقول له إيه؟ هو في حد بيفطر يوم الاثنين؟ ده أنا دائما أصوم الاثنين والخميس، هذه عادة عندي. شوف بيقول له إيه؟ بيقول له: النهاردة الاثنين. يعني إيه الاثنين؟ بدل ما يقول له إني صائم أو إني ممسك يقول له: النهاردة الاثنين. يعني ده شيء طبيعي عندي أنني أبدا لا أفطر في يوم الاثنين والخميس. أنت بذلك كشفت الستر عن الطاعة. لو قلت أنا ممسك أو أنا مفطر هذا عذري. الشيطان يتم يحرض الإنسان الذي قام بعمل صالح حتى يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ودي المصيبة الكبرى. العمل في ديوان السر أقرب إلى القبول والإخلاص، فلا يزال به الشيطان حتى يخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وهذا مما يجعل العباد والذاكرين يلتفتون إلى مكائد الشيطان ومداخله. من مكائد الشيطان في العبادة رفع الصوت بالعبادة، رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر ليسمع الآخرين ويشوش على الآخرين. وهناك نهي عن رفع الصوت بالذكر إذا كان فيه تشويش على الآخرين، ففيه رعونة وإيذاء. والدليل: الصحابة قالوا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا صعدنا شرفا كبرنا فعلت أصواتنا بالذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني أخفضوا أصواتكم، أسمعوا أنفسكم،
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فالغرض من رفع الصوت بالذكر تبين للناس ها أنا قارئ، أنا تالي، أنا أفعل كذا وكذا وكذا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالذي يذكر الله يراعي هذه المسألة حتى لا يلعب الشيطان في النية فيعبث بها فيؤذي الآخرين. وفي غير ذلك أيضا زيادة على هذا أنه قد راى بعمله وأظهر للناس ما يقوم به من عمل صالح. أما مكائد الشيطان في العمل وهي البدع، البدع في الأذكار وفي الأدعية، مثل إيه؟ أمثلة سجدة الشكر بعد كل صلاة. بعض الناس يصلي يروح ساجد سجدة، إيه السجدة دي؟ بشكر ربنا إن ربنا وفقني للطاعة. هذه السجدة بدعة ما لها أصل، ولم يرد لها أي أصل في السنة ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العبادات الزائدة. يقول أصل مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. نعم سجودك في الصلاة وأنت تصلي صلاة النافلة، لكن تزود مع كل فريضة سجدة تقول أشكر فيها الله، هذه ليست بعبادة، ولكنها وإن كانت دافع خير ولكنها من البدع وليست مقبولة ومردودة. من البدع المستحدثة إذا مات الإنسان يعمل له خميس واربعين وسنوي، والمرأة إذا مات لها حبيب تنها لبس أسود 5 سنين. ليه؟ لا يمكن أقلعه، ما أقدرش أنساه. ابن مات والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجديد الأحزان وذكر في ذلك نص واضح وصريح، قال لا يحل لامرأة، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت لها أكثر من 3 أيام إلا زوج 4 أشهر و10. تنها لابس أسود 20 سنة، 10 سنين لابن مات، خلاص انتهى الأمر. أفإن مات فنحن الخالدون، أليس كلنا ميتون وهل سيبقى منا أحد؟ كلنا راحلون وميتون، ولكن لنا مواعيد، جئنا إلى الدنيا بميعاد وسنخرج منها بميعاد، ولن يبقى منا أحد حي. إنما لما تيجي تجدد الأحزان يعمل له خميس ويعمل له أربعيناية ويعمل له سنوية. أنت تجدد الأحزان الذي جاءت الشريعة بعكسها، ففعلت مقصود عكس مقصود الشارع. الشارع أرادك أن تستقبل الحياة وأن تصبر على المصيبة وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن تجديد الأحزان غير مشروع بالمرة، لأن فيه نوع من الاعتراض على القدر. لماذا موتته يا رب؟ لماذا مات؟ ده لسه شاب، لماذا أخذته مني وما أخذه منك؟ ومن اللي جابه؟ نحن وديعة من؟ الإنسان وديعة الله في الأرض، يستردها متى شاء، حتى لو المولود عمره ساعة ربنا أراد أن يسترد وديعته. من يمنع هذا؟ سنه 90 سنة كتب الله له الحياة، الطبيب اللي بيعالجه مات والمريض لسه حي لسه صاحي، ما يملك أحد لا الحياة ولا الموت. طب من يملك الحياة والموت؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي يملك الحياة هو الله، والذي يملك الموت هو الله. زيارة المقابر في الأعياد، زيارة المقابر سنة. طب ليه سنة؟ للاعتبار والعظة. طب والشارع لما عمل لنا عيدين، المشرع يعني لما عمل لنا عيدين للفرح والسرور، حتى نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، قال هي أيام أكل وشرب ولهو وذكر لله عز وجل، وحتى حرم صومها، لا أحد يجوز له أن يصوم يوم العيد، عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ولهو المباح. نجي احنا نعمل ايه؟ يا رب مش انت عملت عيد، طب احنا هنقلبه نكد، هنخلي يوم العيد نكد من اوله، وهنخليه حزن وبكى وبكاء وعياط ونحيب وصراخ، نعكس مقصود الشهية. دي عبادة؟ زيارة المقابر سنة. قال عليه الصلاة والسلام إني كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن أزورها
في غير الأيام التي أمر الشارع فيها بالفرح والسرور وإدخال الخير على الأهل. طول السنة زور كما شئت، وأي يوم من أيام الأسبوع زور المقابر للاعتبار والدعاء والعظة، فإن زيارة المقابر فيها عظة كبيرة، لأن اللي مدفونين دول كانوا زينا صحيين على وجه الأرض وبيمشوا ويروحوا ويجوا ويسافروا ويرجعوا ويكسبوا ويخسروا ويبكوا ويضحكوا ويحزنوا ويفرحوا، كانوا مثلنا. الآن هم رهناء في قبورهم بأعمالهم، ونحن إن شاء الله بهم لاحقون. هذا هو الفهم. لكن نعكس مقصود الشارع، دخل الأمر عن كونه سنة إلى كونه بدعة تغضب الله، وإن كان ظاهر الأمر عبادة ولكنها عبادة بغير ما أمر الله عز وجل. أو من يوجد أدعية وأذكار معينة بعدد أيام الأسبوع، ده دعاء يوم الاثنين وده دعاء يوم الثلاث وده دعاء يوم الأربع، ويعملها كتيب ويقرأها ورد ولكنها قرآن. طب يوم القيامة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألك من أمرك بهذا الدعاء مطلق، لكن ليه تعمل أدعية في يوم معين؟ من أمرك بهذا؟ أو تأتي بأذكار وأدعية بصيغ معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقولها بأعداد معينة في أوقات معينة محدودة تجعلها وردا تلزم بها نفسك وغيرك. في حاجة اسمها الذكر المطلق، أنت حر لك ذكر مطلق، لكن تقول لا، عليك بقراءة سورة الفاتحة 413 مرة. ليه؟ أصل دي بعدد أصحاب الصحابة في غزوة بدر، وبعدد المؤمنين الذين كانوا مع طالوت عندما كان في مواجهة جالوت، فاقرأ الفاتحة بالعدد ده. طب من أين جئت بهذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بس انت اقرأ الفاتحة دي 313 مرة هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك. أو العجيب الآن، وللأسف بعض كبار الدعاة المشهورين، لا أقول علماء، العالم والفقير يفعل هذا، ماشيين في نفس الركاب، يقول لك إيه الاستغفار ده قوله 30,000 مرة وهيجي لك فلوس زي المطر وهتصبح غني في ظرف يوم أو يومين، وهو المسكين وقف شغله وعمله وترك الواجبات الشرعية الملزم بيها من رعاية الوالدين ورعاية الأهل والسعي على المعاش والذهاب إلى العمل، وتنه قاعد يشتغل في الاستغفار 30,000 مرة. ليه؟ لأن سمع أن 30,000 مرة هيجي لك باب رزق وغنى كلمح البرق. هو احنا تعلمنا الأذكار عشان ناخد بيها فلوس من ربنا؟ ولماذا شرعت الأذكار في الأصل بالذات الاستغفار؟ الاستغفار سبب للرزق لكن مش شرط الغنى، الرزق غير الغنى، الله يجعل من يشاء غني ويجعل من يشاء فقير، ودي قسمة ربنا عز وجل. الرزق مش هو الفلوس، ودايما نؤكد على هذا، الصحة من الرزق، صلاح البال وراحة البال من الرزق، عافية البدن من الرزق، صلاح الأولاد أن يكونوا بررة مطيعين وليس عاقين من الرزق، صلاح الزوجة من الرزق، الزوجة الصالحة من الرزق، الجار الصالح الطيب اللي ما فيه منكفة ولا أذى من الرزق. كم من الأرزاق الواسعة ليه حددناها في المال؟ فهو خادم للاستغفار 30,000 مرة وشغال فيها لدرجة ما بعض الناس بيقول أنا مش لاقي وقت، طب أعمل إيه؟ من ألزمك بهذا؟ أولا إذا سئلت يوم القيامة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا، هل أنا قلت هذا؟ هتقول له إيه؟ لا يا رسول الله أنت ما قلتش، بس فلان بيقول أن الحاجة دي حلوة. طيب فلان ده هل هو رسول من عند الله؟ هل بعثه الله بعدي؟ إذا كنت أنا نبيك ورسولك لم أقل لك هذا، فمن أين جئت بهذا؟ من أمرك بهذا؟ الصيغ الموجودة في السنة أقصاها في الاستغفار 70 مرة ومئة مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. خلاص، والاستغفار معناه إيه؟ الاعتذار عن الذنب وعدم العودة إليه مرة أخرى، مش بستغفر عشان عداد أجيب بيه فلوس. طب ما المسلمين كلهم بقى كأمة ما نسيب أشغالنا ونسيب أعمالنا ونسيب تجارتنا ونقعد بقى جنب الاستغفار بدل 30,000، لا يا عم 300,000 مرة وأنا مستني الرزق، ما هذا العبث؟ والمصيبة أن كثير من المشهورين من الدعاة ماشي في نفس الركاب، وتلاقي مشاهدات بالآلاف، وكل ده بدع وغلط،
وليس من أجل هذا شرعت الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة العبادات عشان يجيبوا بها فلوس أو يصبحوا بها أغنياء. طب ما الصحابة كانوا أعظم العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عاش فقيرا ومات فقيرا، وبعضهم كان لا يجد الأكل يربط على بطنه الحجرة من الجوع. نحن تعلمنا أعمال الدين لإرضاء الله وليس لحصول الدنيا ولا المغانم، ولكن ابتغاء وجه الله، والأذكار فيها من الثواب العظيم. فلما ينحرف المقصد أنا لا أذكر الله من أجل رضا الله ولا من أجل الثواب والأجر الموعود عليه من الله، ليه الحسنات المنازل العالية في الجنة، لا لا لا، ده أنا قايم على الأذكار دي عشان أشوف الفلوس هتجيلي إزاي. ده بيقول لي الفلوس هتجيلك زي المطر، يوم يومين وتبقى من أغنى الأغنياء، وكل ده طريق فاسد. وأنا أؤكد عليه أن هذا ليس له أصل، وهذا للأسف الشديد من البدع التي أدخلها الشيطان في بعض العبادات. آخر شيء وهي أن يقدم النافلة على الفريضة. الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف ألفاظ الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى ده الأصل، ده الأعلى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذن النوافل سبيل المحبة، لكن أقدم النافلة على الفريضة هذا معكوس الشارع. أعطينا أمثلة. واحد بيخدم جيرانه وأصحابه وبيخدمش أهله ولا أبوه ولا أمه. خدمة الجيران والأصدقاء والأصحاب مستحبة وهي صدقة، لكن خدمة الأبوين فرض، خدمة أهل بيته زوجته وعياله وأولاده فرض. تقدم النافلة على الفريضة ليه؟ عشان صحابي يقولوا عليا شهم، عشان الجيران يحبوني. طيب أبوك وأمك وأهلك أبغضوك لأنك عكست المقصود، أولا بيتك، أبوك أمك أهل بيتك، ثم بعد ذلك جميع الأمة. لا حرج أن تساعد من شئت. مجلس علم يقول له الشيطان إيه؟ قوم 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 صلي ركعتين. ومجلس علم أفضل من عباد 60 أو 70 سنة. 70 سنة وانت واقف على رجلك تصلي نوافل أفضلها مجلس علم لدقائق، لأن مجالس العلم يحبها الله وتضاء لأهل السماء كما تضاء النجوم لأهل الأرض، والله يرفع بها المجلس والجليس وتأتيها الملائكة تحفها من كل مكان، فيخرجوا من حاجة لحاجة أدنى. هذا الأمر الخروج من النافلة أو من الفريضة أو تقديم النافلة على الفريضة له أمثلة كثيرة، وهي من مكائد الشيطان في العبادات حتى يصرف المسلم عن الأهم والأولى إلى الأدنى. الأعمال لها مراتب عند الله سبحانه وتعالى، ومن مكائد الشيطان إخراج المسلم من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى، وإن كان الكل من طاعة الله عز وجل. كم من نوافل شغل بها الناس عن الفرائض، والأصل هو إحكام الفريضة وبعد ذلك القيام على النافلة. هذه المكائد من الشيطان حتى بين العابدين وبين الذاكرين ليقطع عليهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا من مكائد الشيطان. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.